دي السكند سيرفايكال فيرتبري او الدنس. الكاركترستكس بتاعتها زي اي سيرفايكال فيرتبري برضو، ترانسفيرس بروسيس فيها فورامن ترانسفيرسارم، الفيرتبرال كانال بتاعتها واسعه، السباين شورت، وهنا بيفيد سترونج اهو زي ما انت شايف. الميزه اللي بتفرقها عن اي فيرتبرا تانية ان فيها على الابر سيرفيس بتاع البودي طالع بروسيس على فوق اهو، ده اسمه دينس او الاودونتويد بروسيس. الاودونتويد بروسيس ده بيقال ان ده كان البودي بتاع الفيرست سيرفايكال فيرتبري ونزل شبط فيها وعمل الدينس او الاودونتويد بروسيس. ده فكده ما بتلخبطش فيها ابدا اللي هي السكند سيرفايكال فيرتبري دي، فبقول ده سكند سيرفايكال فيرتبري. ده الدنس. طبعا خد بالك الدنس ده بيسألك ايه الامبورتنت ليجامنتس اللي ماسكه في الدنس، بتقول له طالع من فوق ايبيكال ليجامنت، طالع من على الجناب كده وكده، دول اسمهم ايلر ليجامنت. يبقى ده ايبيكال ليجامنت وهنا ايلر ليجامنت، وده تطلع السباينس بروسيس من ورا شورت وبيفيد في ليجامنت. الليجامنت دي اسمها ليجامنتم نيوكي، يبقى هنا في ليجامنت من ورا هنا. طبعا دي معروفه طبعا في كل ماسكه كل السيرفايكال فيرتبري دي اسمها الليجامنتم نيوكي. دي زي ما احنا اتفقنا كاركترستكس بتاع الاكسس، البودي از سمول، اتس بودي از سمول لكن بروجكت منه ابوردز ذا دنس اللي بيعمل الدنس او الاودونتويد ايه بروسيس. وبعدين السباين سيك وبيفيد وفيري سترونج، سباين سيك وبيفيد وفيري ايه سترونج. وايه الليجامنت اتاتشد تو ذا دنس اور ذا اكسس، دنس اوف ذا اكسس اللي هو السكند سيرفايكال فيرتبري. اتفقنا هنا ده الابيكال ليجامنت اهو، وعلى الجنبين في هنا ايه الار ليجامنت، وهنا في جوينت اسمها اكلانتو اكزيال جوينت. لما ادي الاطلس اهو وادي الاكسس ركب تحتها، فهنا ادي الدنس طلع كده. وعلى فكره في هنا ترانسفيرز ليجامنت تقفل كده، ترانسفيرز ليجامنت اللي احنا قلناها اللي موجوده في الاطلس تقفل لكده. المهم ده الدنس مع الانتيرو ارش بيعمل لي بيعمل لي ميديان اتلانتو اكزيال جوينت. بين الانفيرو ارتيكولار فاسيت بتاع الاطلس مع الصدور ارتيكولار فاسيت مع الاكسس، هنا في ليجامنت تانية اسمها لاترال اتلانتو اكزيال جوينت. فلما يجي يسأل على نوع الاتلانتو اكزيال جوينت، ده هنا ميديان وهنا لاترال. ميديان سينوفيال جوينت الفرايتي بتاعتها اسمها هنا الفرايتي هنا الاتلانتو اكزيال، الفرايتي بتاعتها عباره عن بيفوت فرايتي تسمح بموفمنت روتاتوري ايه موفمنت، ده الميديان اتلانتو اكزيال. اما اللاترال اتلانتو اكزيال اللي هي على الطرف هنا على الناحيه الثانيه، دي جلايدنج فرايتي او سلايدنج فرايتي او بلين فرايتي، لان دي بيتزحلقوا الاثنين على بعض لكن ما فيهاش، بتتم عمليه اللف هنا في الميديان ودولك بيتزحلقوا، عشان كده الميديان اتلانتو اكزيال بيفوت فرايتي، اما اللاترال اتلانتو اكزيال بلين سينوفيال جون. لما نيجي بقى للجزء ده اللي هو السوبيرور سيرفيس بتاع الاطلس، ده ارتكوليت مع الاوكسيبتال كوندايلز، فعشان كده دي سينوفيال جوينت كوندايلر فرايتي، دي كوندايلر فرايتي بتسمح بموفمنت اللي هي نودنج موفمنت، اللي هي النودنج اللي هي ايه فليكشن اوف ذا هيد انتيريورلي اند اكستنشن اوف ذا هيد بوستيريورلي، بتعمل النودنج موفمنت. يبقى هنا دي الاطلانتو اوكسيبيتال سينوفيال جوينت كوندايلر فرايتي، اتلانتو اكزيال ميديان اتلانتو اكزيال بيفوت فرايتي، لاترال اتلانتو اكزيال بلين فرايتي. المنظر ده ادي السكالا اهي، وادي الاوكسيبيتال كوندايلز، وادي الاطلس اهو، وده الانتيرور ارش بتاعي، وده الاكسس اهي، وده الاودونتويد بروسيس طالع اهو. يعني ادي السكال اوكسيبتال كوندايلز، هنا بقى الارتكوليشن بين الاوكسيبتال كوندايلز والسوبيرو ارتكولار فاسيت
بتاع الاطلس ده الاطلانتو اوكسيبيتال جوينت، دي اطلانتو اوكسيبيتال جوينت، ودي سينوفيال جوينت كوندايلر فرايتي اللي بتسمح بلودنج موفمنت. هنا ادي الانتيرو ارش بتاع الاطلس، وادي الاكسس، وادي الاودنتويد بروسيس، وهنا دي ميديان اطلانتو اكزيال جوينت، ودي اللي بتدي الروتاتوري موفمنت، ودي بيفوت فرايتي، ودي اللي سبورتد بالليجامنت اللي هي ترانسفيرس ايه ليجامنت. دي بقى دي ميديان اطلانتو اكزيال جوينت. دولت اللي على الجنبين دول لاترال اطلانتو اكزيال جوينت، ودولت سينوفيال جوينت بلين فرايتي، بلين فرايتي، وده بيفوت فرايتي، ودي الاطلس الانتيرو ارش، وده هنا ايه الاكسس.